السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم باش نوريكم محل تركي بصراحة روعة لتجهيز العروسة، لتجهيز الدار الجديدة اللي نقصك في الدار، من المفروشات، من الصالة، من الكراسي والطاولة، الطاولة متاع الميكلة والكراسي. هذا موجود في كون، لكن موجود في برشا بلايص، ونحط لكم إن شاء الله الأدريس. عنده برشا يعني فروع. بصراحة المحل روعة، عامل تخفيض من نهار 25 الشهر هذا لنهار 3 الشهر الجاي إن شاء الله. روعة المحل، في وسط كل شيء اللي تحب عليه للدار، عامل تخفيضات روعة للقوالب متاع الحلويات، للسيري التي، سيري القهاوي كما تشوفوا. بصراحة الخارج الكل توا في الماعون عندهم، بالحق الأغلبية اللي تشوفون في المواقع عندهم، والأسعار رخيصة وعاملين أنكبوت، حاجة مش نورمال. المحل هذا أنا أول مرة نزوره وعجبني بصراحة، خذيت منه حوايج وإن شاء الله نعود نرجع له. كما تشوفوا لهنا عنده سيري القهاوي، سيري التي، الأسعار رخيصة برشا. تجم تكتب اسم المحل في جوجل وتظهر لك أقرب أدريس ليلك. بصراحة عندهم حوايج مش نورمال بالحق اللي تستحقوا للمرأة، لدارها، لتجهيز البيت. عندهم زادة أواني رمضان، سينيات التقديم كما تشوفوا لهنا، هذو مساريات التي. عندهم الألوان بأنواع وأشكالها، عندهم الأبيض، الكحل، يعني تقريبا أي حاجة تستحقها عندهم، مثل في التي وفي القهاوي. كما تشوفوا اللون الذهبي خارج برشا، اللون الأسود والأبيض مع الذهبي. عندهم بالحق ديزاين مش نورمال، أول مرة نشوفهم في أواني التي. بالنسبة للأسعار في المتناول، فما رخيص، فما الغالي، فما التخفيضات، بالحق تخفيضات قوية مش نورمال. كما تشوفوا لهنا اللون الأبيض واللون الأسود بالذهبي، قلت لكم راهو الذهبي خارج برشا في سيري القهاوي، سيري الميعون. لهنا مثل هذوما 49 أورو، سيري كاملة بتاع قهاوي بالصحنة متاعهم في الألوان. عندهم في الألوان الذهبي، عندهم زادة الألوان المختلفة، يعني الكيسين تكون ألوان مختلفة. أنا اللي حط أغلبية ديما الأبيض والذهبي، الذهبي بالحق خارج برشا. كما تشوفوا لهنا من 60 أورو ل 24 أورو، يعني بالحق تخفيض سمح. عندهم زادة حتى زينة إسلامية مكتوب فيها أسماء الله الحسنى، مكتوب لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. بالحق عندهم حوايج سمحة، عندهم زادة الفروشات، تجهيزات العرايس. إن شاء الله نخليكم تو مع جولة صغيرة، وكان عندي معلومة إن شاء الله نأفيدكم بها. الحانوت كبير بالحق، فيه اللي تستحق الكل. زرابي، ميعون الكوجينة، هما من الشهر هذا نهار 25 نهار 3 شهر جديد، عاملين تخفيضات سمحة. خارج جديد، اللي تحب كحلة ولا بيضة؟ حمرة ما عناش. أنا لك خذ برا، خذ كحلة. عجبوني لصحنا اللي يدور فيهم يتباعوا، كان مع الكيسان يا جوست الراس بلاستيك. هذوما 70، عامل فوقانيين، هذوما عاملين فيهم تخفيض. هذا هما اللي نحب نشريهم، نحب نشري هذو. هو ما عندهمش في الابيض كيما تشوفوا. هذوما مثل باش تقدم بهم مثل على الطاوله، الفواكه الشافه، اللون الاخضر الملكي مع الذهبي خارج برشا سنا. كيما تشوفوا من المشتريات، شريت من الاخضر الذهبي والملكي، قلت يمكن نشري لكم الاخضر خاطر ما عندهمش البيض، اضيف للسيري بتاع الطاوله، خاصه طاوله للضيوف تجي حاجه سمحه والوان سمحه. صراحه عندهم كل شيء يعني اللي خارج السنا ما شاء الله. عندهم الالوان، عندهم حتى شو اسمه الديكور
الديكور ولا الديزاين اللي في الصحنة وفي الأطبقة ولا في السيريسات مثلا بتاع القهوة ولا الدي، عندهم كل شيء خارج السنة ما شاء الله. أغلبية المنتوجات بيانسيور من تركيا لأنه هذا المحل يعتبر محل تركي. عندهم هذه السيري بصراحة عجبتني، روعة مش نورمال، فيها الصحنة الكبار الصحنة الصغار مثلا بتاع الحلويات، فيهم حتى وين تقدم الكيك ولا الكاب كيكس ولا المفنز. عندهم الأسعار، عندهم الألوان ما شاء الله الأسعار رخيصة، فما اللي تحط فيها الكيك وتغطيها بالخطاء. بالنسبة للخطاء هذا بلاستيك، لكن لصحنا رهما يعني باللار حاجة رزينة سمحة. بصراحة عجبونا السيري هذه، عجبتنا السيري الكحلة اللي بالذهبي، رغم هي ما هيش تابعة للسيري بتاعنا بتاع الدار، لكن بصراحة ألوانها سمحة، قلنا إن شاء الله نشتري منها. عندهم بالحق لوازم الحلويات للتقديم، كما تشوفوا الأسعار رخيصة. ننصحكم أنكم تستغلوا الفرصة هذه، قد كما قلت لكم الشهر اللي بيش يجي لنهار ثلاثة عندهم التخفيضات. هذه كلهم بتاعي ما شفتهاش الاخرى. واو يا ها نكمل السقف. نحب نسجل هذو من الفرش. تجيب واحد معاك بلاش فلوس. لازم تجيب واحد بركاش. كما شفتوا بخلاف انهم عندهم كواتروات وديكور اسلامي بصراحه روعه، عندهم الاسواق رخيصه، عندهم تخفيضات من 5 اورو ل 4 اورو الكواترو الاسلامي، عندهم زاد العشرة، عندهم حتى مثل الكواترو الكبير ولا المنقاله الاسلاميه تكون 70 اورو، عندهم زاد كراسي طاوله، عندهم اخر مخرج يعني في الفاشن نتاع طاولة بالماكلة، عندهم زيادة المرايتات. بصراحة عندهم ديكور روعة ما شاء الله، الحانوت كبير، فما الرخيص وفما الغالي، فما الأسعار المتناولة. حبيت نعطيكم فكرة بالحق، ننصحكم تزوروا هالمحل، وإن شاء الله نعطيكم العناوين الكل في صندوق الوصف. فقط اكتب اسم المحل اللي يكون مثل أقرب ليلك وتو يعطيك في الجوجل أقرب يعني أدريس ليلك. إن شاء الله توصلنا لأخر الفيديو، هذه هي نهاية الفيديو. إن شاء الله تنشارك معكم المشتريات ونرجعوا إن شاء الله نشيروا من عنده حويش أخرى باش نكملوا دارنا جديدة. إن شاء الله نتمنى لكم أفدتكم في هالمعلومات، تسألوني برشا، صورنا المفروشات، أعطينا محل متاع أواني وتجهيزات رمضان. عندهم صراحة عندهم حويش سمحة، عندهم الأسعار من الغالي للرخيص في المتناول. حويش بينسير غالية ألا غالب تكون مش في المتناول، حاجة عادية بحكم أنه محل تركي وحويش مستوردة. حاصلوا هذه هي نهاية الفيديو، إن شاء الله أفدتكم. شكرا على المشاهدة ونشكركم الكل على تعليقكم وعلى تشجيعاتكم. إن شاء الله
ونتمنى لكم كل الخير ورمضانكم مبروك. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.